Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que j'ai un dame. احتراما لهذا الصفحة التاريخي يعني كان لم يكن من لم لا بقى من احترام لم يكن كلمة في البداية وأنا ضيف على هذه المؤسسة الرائدة التي كانت أول مؤسسة وبالتالي أحرى أن أساتذتها أنا أقول لي كان من المفروض أنهم يأخذوا الكلمة في الأول لكن هذا هو سبب طلبي في الجديدة. أولا لا بد من كلمة حق. نحن نعرف مجال الجامعي مدى أهمية أننا نصدر عمل أكاديمي أو مجلة تقرير استراتيجي ويشكل الآن مع مجموعة من العناوين الجامعية التاريخية مثل ريمال مثل اسبيس مودام مثل مجموعة من العناوين الأخرى هو تراث جامعي مغربي ويجب أن نعمل جميعا على جمعه وعلى احتضانه وهذا هو ما نقوم به اليوم. بالمناسبة كذلك أنني شخص جديد بالمناسبة كذلك أنا لابد من أنني أثني على أستاذ سعد الله السعف وعلى فريقه لأنه أولا العمل وبانتظام على إصدار هذه الوثيقة كما تعتبرها وثيقة تاريخية أساسية ليس من السهل ونحن نعرف ذلك لا من حيث تنظيم العمل لا من حيث تجميعه لا من حيث تنسيقه لا من حيث مراجعته ولا من حيث إخراجه كذلك يعني تمويله وهذا الأمر هذا لابد من أننا نقف لنثني على الفريق وعلى رئيس الفريق وعلى من يحتضن هذا المشروع. طيب سأبقى وفيا لاهتمامي ومكاني هو أنه أتحدث من ناحية التواصل ومن ناحية مثلا أهمية هذا العمل بالنسبة للإعلاميين وأقول يعني وسأقول لماذا. لكن قبل ذلك أنا أتوجه أنا أقدم دعوة لصديقي سعيد وأنه يعني ابتداء من سبتمبر إن شاء الله دخول الجامعة المقبل مرحبا يعني ما بين معهد الإعلام والاتصال وكلية الأدب والاجتماع دراسات العليا الأخيرة أننا نشتغل على هذا الأمر ونطرح سؤال عن أنفسنا هل نحن في مجتمع للتواصل أو مجتمع للتعبير؟ لأن ما بين التعبير والتواصل إن سوسيتي إكسبريسيف ولا إن سوسيتي كومونيكاتيف هذا مشكل كبير وطرح ما بين التعبير والتواصل هو كبيرة جدا وعلينا إبرازها فأنا أدعوكم لكي نطرح السؤال على أنفسنا فريقي وفريق كلية الآداب والاجتماع ونقول ما هي منطلقات هذا الأمر هذا وكيف يمكننا أن نقدم تفسيرات لهذا الأمر لأن ما أعتبره أننا نعيشه اليوم هو بالفعل يعني بعض إرهاصات مجتمع رقمي وليس مجتمعا تواصليا هذا رقمي لكن هو مجتمع تعبير اليوم لأن المواطن وبكل فئته تملك أدوات التعبير الإلكترونية وأصبح له صوت وهذا الصوت لا يعني يجعل منه إنسانا أو عنصرا تواصليا لا هو ولا المنظومة التي نعيش فيها. لماذا؟ لأن التواصل يفترض أن نستمع يفترض أن نتفاعل يفترض كذلك أن تكون هناك قواعد التواصل التي ربما أنها ليست متوفرة حسب زعمي ويمكن أن نشتغل على هذا الأمر بنوع من الجدية. هذه دعوتي. طيب سأتحدث على جانبين من هذا الأمر. أنا اليوم تمت دعوة عزيزة بالمناسبة من أستاذي سعد الله السعف للحديث عن التقرير وأقول ماذا يمثله بالنسبة لنا يعني كمحترفين للتواصل وللإعلام. سأكون يعني مضطرا لقول هذا الأمر. مثلا قرأوا ماذا يكتب مثلا الصحفي المغربي
محترف أو هاوي عن مثلا قضية صحراء وطن، قضية وطن صح، وشوفوا الدقة في المعلومات، وشوفوا كذلك الأهمية، شوفوا كذلك الطريقة ديال المعالجة، وشوفوا كذلك جوانب المعالجة، وشوفوا كذلك الطرح، وشوفوا كذلك الاستمرارية، وشوفوا كذلك الأفق، لأن المفروض أن الصحفي عمله بسيط جدا، يعني من وجهة نظري هو أن يجمع المعلومات وأن يضعها في الفروض. أوكي دو لافورماسيون إلى غير بيرسبكتيف. طيب شوفوا هذا الأمر هذا ونطبقوه على قضية الوطن، وستجدون بأن هناك إشكالية عويصة تنطلق من طلبتنا، يعني احنا كمؤسسات التكوين الإعلامي اللي المفروض أن هذه الطلبة يعني بعد تخرجهم أنهم يشكلون الرأي ويقودونه. طيب كيف تشكل الرأي وتقودها؟ أنت تفتقد إلى المعلومة، إلى الرؤية، إلى الفهم، إلى التصور، إلى غير ذلك. فهذا تقرير هو يشكل في البداية يعني قاعدة للمعلومات وأرضية صلبة للمعلومات التي تمكن على الأقل أنه يفهم. اضطرينا أنه ابتداء من السنة المقبلة أن نقترح درس خاص بالقضايا الوطنية. طيب لماذا؟ لأنه المفروض أن الصحفي والصحفية هم من سيقود مثلا المعركة الإعلامية اللي المفروض أنها تواكب معارك أخرى دبلوماسية وأخرى، في حين أن هؤلاء الجنود المفترضون هم يفتقدون إلى الأسلحة اللازمة، وسلاح الأسلحة اللازمة هي معلومات وطريقة تصور واجتهاد وكذلك. إذا قس على مجموعة من الأمور الأخرى الخاصة بالسياسات العمومية، الخاصة بالعلاقات الدولية، الخاصة بمثلا أداء الأحداث، الخاصة بالثقافة الاحتجاجية داخل هذا العطري ومجموعة الأمور، قيس على ذلك في مجالات قطاعات معينة. طيب حينما أنا لا أفهم الأمر كيف تريدونني أن أقدم فهما دقيقا للآخرين؟ لرأي العام واللي فيه فئات عريضة من 7 سنين حتى 7 سنين عام. طيب هذا إشكال. طيب إذا أنا أقول بأن التقرير كيف ما هو مقدم اليوم يقدم على الأقل في زعمي 3 خدمات. الخدمة الأولى هو أنه يوفر قاعدة معلومات مرجعية أساسية متعلقة بجوانب هامة سياسية واجتماعية وثقافية، سواء ارتبطت بالسياسات العمومية أو بأشكال النشاط السياسي والاجتماعي والحزبي. أنا أطلب من بعد ويمكن أنني أشتغل مع سعف الفارقو على هذا الأمر، لأنه يجب أن نضعه تكون واحدة فيرسيون إلكترونية، وأن الطلبة وهذا يسهل لهم أنهم يستعملوه ويستعمل عليهم، لأن هذا مابقاش غير مجلة للثقافة العامة، هذا ولا مانيوال بروفيسيونيل، والمانيوال بروفيسيونيل الأساسي أنه يكون يعطي الإمكانية للباحثين. وهذا مجال الثناء كذلك، وأنا أتحدث على تقرير استراتيجي، هو استطاع أنه يكون واحد الفريق من الباحثين الشباب. طيب من هم من هو لا زال شباب ولو أن بلغ من التقدم نوعا ما، ولكن على الأقل هذا اختلاط ما بين باحث ربما لهم تجربة وباحث شباب، هذا اللي كيجعل على أنه هذا يعني الطريقة اللي كتجعل من أن الباحث الشاب يتعلق بتجربة الباحثين المتمرسين لشغلهم، واللي كتجعلنا من كنتوارتو هذا الثقافة وهذا التقليد في البحث. وهذا ما هو أجمل. ثاني كنت غنتكلم على أن بالطريقة اللي والتصنيف لموضوع بها الموضوعات كيجعلنا نفكر بأنه كيحقق واحد نوع من الالتقائية في توفير المعالجة اللي ضرورية لنا في تناول بعض القضايا القطاعية أو السياسات العمومية. وهذا أساسي جدا. حينما أرى مثلا أنتقل من المغرب والقوى العظمى حتى الرياضة، فهذاك يعني وأنا أمر ما بين حلقات متنوعة في هذه المواضيع ومعالجتها بنفس الأسلوب بنفس المنهجية، يعني أسلوب منهجية تقرير. أسلوب منهجية تقرير ماذا يعني؟ أنه يوفر معلومات ويقدم تفسير، أي يعني ينتج المعنى. إنتاج المعنى هو الأساسي لكي نفهم على الأقل ما يظهر.
أما الإشكالات الدقيقة الاجتماعية هذه نخليها للباحثين في المقالات العميقة إلى غير ذلك. إذن إذا بغيتوا تقولوا هذا التقرير يوفر لنا ما يمكن مثلا العاملين في القطاع الإعلامي مثلا مثل إلى غير ذلك أنهم يفهمون على الأقل ولو يعني أنا لا أتحدث عن مستوى التحليل أو جودة المعلومات المقدمة لا أتحدث عنها، ولكن على الأقل عندك فكرة أولى. هذه الفكرة الأولى يقدم لها التقرير بشكل يعني عارضاني من ترانسفيرسال، وبالتالي يمكننا من أننا نفهم على الأقل أنه حين أبدأ بالبحث مثلا في موضوع معين عندي منطلق مثلا تنعقد على مدى السنة في العلاقات الخارجية والدبلوماسية المغربية ما نسميه مثلا بلجان ثنائية أو لجان متعددة الأطراف، اللجنة الثنائية العليا. طيب أنا غادي نتلاقى بالدمعة بلجيكا، وأنا شنو وقع في هذه السنوات الأربعة في علاقتي مع بلجيكا؟ أنا كذا الصحفي ضروري أنه يفهم على الأقل المنطلق لكي يتحدث، يمكن أن يبني معلومات يفهمها الرأي العام. إحنا إذا لم نستطع أن نقدم للرأي العام وهذا الرأي العام بجميع فئاته معلومات دقيقة ومبنية على أساس منطقي وصحيح، إذا سنعمل أنه ما غاديش نساهموا في هذا البناء في التربية اللي المفروض أننا إحنا نقدموها. الإعلامي هو وسيط يعني، ولكن هذا الوسيط هو يؤثر كذلك في نقل الأخبار، ما كيبقاش غير الأكاديمي والجامعي هو اللي جاء، لا كتولي إن كونستركسيون دولار. إلا ما فهمهاش الإعلامي كتوصل بشوها إلى المواطن، هذا هو الأمر. ولذلك أنا كنحيي الإخوان لأنهم استعملوا واحد الأسلوب يعني لغة وسيطة بمعنى ان يمكننا ان نفهموا بشكل يعني سريع ما هو الجانب الثاني هو ان التقرير يوفر معاني اساسيه وتفسيرات دقيقه اللي كتصعب لظواهر ومظاهر اللي كتجعلنا على الاقل انها مكونوا فكره. مثلا في مدرسه الصحافه ومدرسه التكوين الصحفي شنو كنقدموا؟ كنقدموا عندنا سيدي قرداز، مجموعه من الاساتذه هنا، السي عبد الصاعق، مجموعه من الاسئله هنا، السيده تيرا ليلها، الاستاذ علاء الناعس. اذا كل صفه فاذا عندنا، لكن كنقدموا دروس متنوعه، عندنا شويه القانون، شويه القانون الدولي، عندنا الدراسات الادبيه، عندنا كذا، عندنا هذا، وعاد عندنا دروس تخصص. لكن حنا ماشي متخصصين بالعلاقات الدوليه باش نفهموا هذا الشيء هذا كامل. كنرجعوا دائما للوثائق اللي كاينه. التقرير ممكن ان يشكل هذا ويؤدي هذا الخدمه كذلك. ثالثا يتيح التقرير امكانيه فهم وتحديد الموقع الصحيح الان لبلادنا. اين تتوقع بلادنا؟ ايه طيب وقع تحول، وقع تطور الى غير ذلك، ولكن فين؟ الدوله المغربيه ما كتكلمش نفسها وكتقول لك لا انا وصلت وحده، انا ما بقيتش من انبي ديفلوبمون، انا وليت انبي، ما كتقولهاش. لا كاين واحد النوع هذا كي تحدث عليه الاستاذ سعد نوع بشكل جميل جدا في الفقره الاخرى من تقديمه. بالتالي كاين واحد النوع ديال سلوك اللي كيحترم الذات، كيحترم موقع الذات، لكن حنا عارفين بان من خلال ما تقدم، من خلال ما وقع، لمسنا تطور كبير في مكانة الدولة المغربية والمغرب كبلد، يعني داخل محيطه الدولي، محيطه الافريقي، محيطه الاقليمي الى غير ذلك، وحتى مع نفسه، حتى بالنسبة كذلك للمواطنين ولاو كيشوفوا بلادهم، كيحسوا بلادهم بانهم محميين، بانه المغربي يمكن له يوقف مثل النت ضد اسبانيا وفرنسا، وهذا مجال اللي كيحيي الذات وكيعطيه كذلك واحد النوع من الاهتزاز، واحد النوع من يعني الثقه اللي كبيره. من هنا اننا نطوروا اساليبنا الى غير ذلك في العمل
الثقافي السياسي المنظم إلى غير ذلك. هذه مسألة أخرى اللي كتدخل فيها مجالات أكثر تنظيم هي تعليم وهي سياسات ثقافية وهي التأطير المجتمعي والتعليقة إلى غير ذلك والتنشئة إلى غير ذلك. إذا هنا قطاعات أخرى تتدخل، ربما يمكن أنها تكون مواضيع على مستوى الإعلام أو مستوى مثلاً الأداء الإعلامي العمومي أو غيره، فيه كذلك ما يمكن أن يقال. وكان نطلب من الأستاذ سعف أنه يوطن ابتداء من السنة المقبلة في التقرير ديال 25. في النهاية هذا التقرير مثلاً يعني كله كمضمون، ما هي التمثلات التي يعني يرسمها حول بلدنا؟ شنو من ناحية التواصل؟ شنو يعني؟ وحنا كنقراو هذا التقرير وكنشوفوا مواده، ومن بعد يعني خلاصاته، نحس بأن هذا التقرير كيقدم لنا دولة منفتحة على الساحة الدولية، دولة حازمة في تدبير علاقاتها الخارجية، دولة راعية لسالة، دولة مبادرة ومتعاونة من خلال مشاريع التنمية سواء إقليمية أو أفريقية، دولة يقظة اجتماعيا. ولاحظنا قدمها الأستاذ مختار منذ قليل كيفاش أن الدولات تعبأت، وهذا كان ممكن أنني أنتظر مثلا تقرير خاصة تقرير الإعلام العمومي، لأن الإعلام العمومي تعبأ بشكل منقطع النظير خلال هذه الفترة، خلال الأزمات السلالية كان ممكن أنه يساهم بهذا الأمر هذا، نظرا لأن شفنا الإعلام العمومي كيف كان سلوكه، كيفاش تعامل في لحظات الأزمة سواء زلزال الحوض سواء في خلال كوفيد، لأنه كانت لحظة متميزة وحنا عشناها كلنا، أزمة رايان، أزمة الحسيمة إلى غير ذلك، ولو أن هذا شوية قديم، ولكن على الأقل كيعطي فكرة على أن الإعلام العمومي وسيغفلكس فيما يتعلق بهذه الأمور كان في الحقيقة يمكن على أي أن أنا كنقولها يستحق العلامة الكاملة. قلنا دولة يقظة اجتماعيا، دولة قوية وصارمة أمنيا، دولة مبتكرة من حيث سياساتها العمومية، ولو أنها هذه السياسة بحاجة إلى توجيه دقيق نحو الحاجيات المجتمعية القطاعية، مجتمع حاضن لديناميات متنوعة في القطاعات ومتفاوتة المستويات، مجتمع تراجعت فيه مكانة ودور الفاعل السياسي والنقد لصالح الدولة، مجتمع يعبر عن حس نقدي سياسي من خلال مواقفه الاحتجاجية المختلفة تجاه بعض جوانب السياسات الحكومية، بلد يتحسن موقعه على مستويات عدة إقليميا دوليا، بلد تتغير وتتطور قدراته وبالتالي تتغير ملامحه تصميمه. شكرا جزيلا.